السلام عليكم. إذا غادي نحاولوا نواصلوا الدرس ديال التكامل بعد ما شفنا الجزء الأول والجزء الثاني. إذا في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نحاولوا نكملوا الدرس وغادي نشوفوا تقنيات واحدة أخرى لحساب التكامل. إذا غادي نبداو، إذا غنديروا تقنيات حساب التكامل. تقنيات تقنيات حساب تكامل إذا تقنيات حساب تكامل. طبيعة الحال هذه التقنية هذه عندنا ثلاثة تقنيات. يعني الطريقة الأولى هو غنديروها دابا ورا شفنا بارتي الأولى. إذا الطريقة المباشرة، واحد الطريقة المباشرة فوالا. اذا الطريقه هذه كتعتمد على استعمال الدوال الاصليه مباشره، يعني كنستعمل الداله الاصليه مباشره باش نحسب التكامل، وراه شفناها في الجزء الاول. بمعنى ناخذ مثال، مثال فبغينا نحسب هذا التكامل هذا كمثال اي، ناخذ مثلا تكامل من واحد حتى لو ديال واحد على اكس عامل واحد زائد ln او كاري دو اكس دي دو اكس فوالا. اذا المطلوب هو حساب التكامل هذا باستعمال الطريقه المباشره. يعني هنا خصنا ضروري نلقاو الداله الاصليه ديال هاد الداله اللي وسط التكامل. اذا واضح بانه راه كما شفنا هنا، كما شفنا في لي بارتي اللي دازو، هنا كنحاول نجبد الداله الاصليه. اذا هنا مباشره ندير هاد العمليه هادي. اذا هي واحد حتى لو فوالا، هادي غنكتبها بحال هكا سي ان سور اكس دائما باش نوجد علاقه بين ال ان وهاد يعني المقام. اذا غتعطيني هنا ان بلوس ال ان كاري دو اكس دي دو اكس، اللي غتعطيني طبيعة الحال هذا كيمثل لي المشتقى، يعني هو الشقاق ديال ال ان، اذا واحد حتى لو ديال ال ان دو اكس بريم سور 1 بلوس ln كاري دو اكس دي اكس فوالا. اذا راه شفنا الطريقه هنا في الجزء الاول كيفاش كنحصلوا على الدوال الاصليه، وكيف فقط باش نراجعوا القواعد ديال الدوال الاصليه. اذا هذه تكسبات لي على الشكل اي بريم على 1 زائد اي كاري. اذا حنا شفنا الداله الاصليه ديال هادي اي بريم، اي بريم على 1 زائد اي كاري، راه الداله الاصليه ديالها هي لارك طونجون ديال اي. بمعنى هذا التكامل هذا غادي يساوي لي، اذا الداله الاصليه دونك هي لارك تونجونس دو ln دو اكس فوالا او حتى لواحد. اذا هنا استعملنا الطريقه المباشره لحساب هذا التكامل، ويمكن ان نحسبه دابا نعطيو القيمه العدديه اللي بغينا. دونك هي دونك سي لارك دو ln دو او سي ان، دونك غتبقى لي لارك تونجونس هذا ln ديال او راه هو واحد، تبقى لارك تونجونس ديال واحد ناقص لارك تونجونس ديال زيرو. لارك تونجونت دي ان دو ان راه يمكن نحسبوه دونك لارك تونجونت دو ان راه هو اكس، بمعنى تعطيني تونجونت اكس يساوي واحد، يعني هي بي على بي على 4 دونك بي سور 4 فوالا. اذا هذه الطريقه المباشره وراه شفناها في الاجزاء الاولى، يعني كنستعمل مباشره الداله الاصليه لحساب التكامل فوالا. يمكن نشوفوا مثال اخر فقط للتذكير نديرو مثال واحد اخر دائما باستعمال الطريقه المباشره. غنديرو مثال ثاني فوالا، نحسبو مثلا التكامل هذا جي، مثلا تكامل جي غنديرو مثلا صفر حتى لواحد فوالا ديال اكس بس ثلاثة باغ اكزومبل على واحد زائد اكس او كاري فوا دي دو اكس. اذا هنايا هنا عندنا تقنية خاصة عاوتاني. إذا أون فوا كنشوفو حنايا دالة حدودية على دالة حدودية، يعني ما بالناش شنو غنديرو في الدالة الأصلية ديالي باش نلقاو الدالة الأصلية، شنو كندير؟ إلا عندي الدرجة ديال هاد الحدودية كبر من هادي أو لا كتساويها، راه تو سامبلومون كنحاول ندير القسمة الأقليدية ديال هذا على هذا باش نبسطها. إذا هادي هي الطريقة ديال نخدمو بحال هكا، غنديرو القسمة هنايا باش تبانلكم. إذا إكس بس ثلاثة مقسومة على واحد إكس أو كاري بيس 1. اذا نقسموها ديال هذه، دونك هي اكس موان اكس على بوسونس 3
او واس القاري بيس موان اكس نضربه في ناقص دونك هذا ماذا غادي يمشي غتبقى لي ناقص اكس يعني الباقي هو هذا بمعنى هذه الا بغيت نكتب هذا شنو غتعطيني بمعنى اكس اس 3 على اكس زائد 1 راه هي اكس يعني هذا على هذا هو الخارج هو اكس وكيبقى لي الباقي اللي هو ناقص اكس على اكس كاري زائد 1 فقط نستعمل القسمه الاخرى ديالو غادي نرجع دابا نعوض التكامل ديالي باش نبسط ترجع لي بحال هكا دونك 0 1 هذه غنعوضها ب اكس موان اكس سور اكس كاري بلس 1 دي دو اكس فوالا اذا دابا نحاول نعطيو الدور الاصلي ديال هذه القيم ديال التكامل اذا واضح بان نقسمو التكامل تبقى الخاصيه اللي شفنا دونك 0 1 x d دو x ناقص تكامل من صفر حتى لواحد ديال x على x كاري بلس 1 d دو x فوالا دونك هنا وصلنا اون فوا كنوصلوا بان في الدوال الحدوديه وصلنا بان يعني لو دوغري ديال هاد الداله ديال الوسط صغر من هذا هادي راه يمكن لي دابا نعطي لها الداله الاصليه ديالها هادي راه واضحه هي واضحه الداله الاصليه ديالها اذا اون فوا كنوصلوا في الدوال الحدوديه بان لو دوغري ديال هادي الدرجه ديال هادي اللي في الوسط صغيره من هادي راه كتكون بين الداله الاصليه باش نلقاوها اذا غنكملوا غنجيو نديرو هكا دونك نكملوا التكامل ديالنا دونك نكملوا دونك نحطوا هنايا التكامل اللي هنا دونك جي يساوي الى نكملوا قلنا بان الداله الاصليه ديال اكس نعاود نكتبوا التكامل جديد دونك 0 1 اكس دي دو اكس ناقص التكامل صفر حتى لواحد قلنا بان هي اكس على 1 بلس اكس كاري دي دو اكس فوالا هذا الداله الاصليه ديالو راه باينه راه هي دونك هي راه ان هي بيان سور واحد على جوج اكس كاري من صفر حتى لواحد ناقص هادي عندنا القاعده باش نجبدوها غادي نلاحظوا بان كاين علاقه ما بين الوسط والمقام فوالا دونك 0 1 دونك هذا غندير لو بريم هذا غنحيدو من بلاصه البريم ديال هذا غادي يعطيني اكس كاري بريم على واحد زائد اكس كاري دي دو اكس اللي كيساوي دائما واحد على جوج اكس كاري صفر واحد ناقص وهذه لاحظوا هنايا هاد الكتابه هذه قبل هذه شنو هي شقينا هذه غتعطيني جوج اكس بمعنى خصني نضرب انا بشحال واحد على جوج ماشي بقى التساوي دونك هادشي راه شفنا في الجزء الاول دونك واحد على جوج الان القيمه المطلقه ولكن هنا راه واحد زائد اكس كاري راه بوزيتيف دونك سي ان بلس اكس كاري تكامل من صفر حتى لواحد ومن بعد ندير التطبيق يعني نعوض الصور باش ما نطولوش يعني نحسبوا الصوره ديالو اذا واضح اذا هذه هي الطريقه بالنسبه لهذ الدوال الحدوديه اذا اون فوا كتكون عندنا بحال هذا المثال اللي شفنا هنايا كتكون عندنا مثلا داله حدوديه مقسومه على داله حدوديه بحال كيما هكا ها بحال هذه دابا هنا اذا الى عندنا الدرجه ديال هذه كبر من الدرجه ديال التحتانيه راه كنديروا القسمه الوقليديه كنقسموا هذه على هذه يعني ملي كنقسموها كتخرج لنا دوال بحال هكا كنقسموا بحال نقسم انتيغراسيون اون فوا كتلقاو بان هذه اللي عندنا هنايا في الوسط صغيره من الدرجه اللي عندنا هنايا غادي نعرفوا مباشره بانها راه تكون لي الداله الاصليه اللي بسيطه باش نلقاو غالبا كتكون الداله الاصليه ديال ال ان صافي فوالا اذا حنا غادي ننتقلوا لحاجه اخرى غادي نشوفوا مثلا غادي نشوفوا تقنيه واحده اخرى اه اذا غنديروا جوج نديروا جوج المكامله بالاجزاء دونك هنا انتيغراسيون با بارتي مكامله بالاجزاء اذا هذه الطريقه هذه كنديروها يعني ملي ما تخرجناش الطريقه المباشره بعض المرات راه كاين دوال اللي كيصاب انا نعطيو الدوال الاصليه ديالهم حيت ماشي دوال اعتياديه بالطريقه اللي شفنا في الدرس يعني باستعمال داك الجدول اذا هنا الا ما خرجتناش الطريقه المباشره كنجيو كنديروا هذه التقنيه ديال المكامله بالاجزاء اذا نشوفوا هذه الخاصيه هذه نديروا خاصيه نكتبوا لي تكون U
U prime. Voilà. Ou V prime. Ou les secondes U ou V, plutôt. Les secondes U ou V d'Allatini. ضروري ليس يكون يو في دالتين قابلتين للانشقاق قابلتين للانشقاق على مجال أبي على مجال أبي طرفيه أو بي فوالا بحيث بحيث U بريم و V بريم متصلتين على نفس المجال على أبي فوالا هي هنا إذا هناخدو جوج دوال خصهم يكونوا قابلتين للانشقاق على مجال أبي بحيث المشتقة ديالهم تكون متصلة على هذا المجال للطرفين ديالو هما أ و بي إذا هنا التكامل وهذه هي المهمة عندنا القاعدة إذا التكامل يعني اخذنا التكامل بحال هكا من A نحو B ديال U بريم لي إكس فوا V دو إكس لاحظوا هنا الانشقاق U بريم D دو إكس هذا راه كيساوي ليا بحال هكا إذا القاعدة شنو كتقول ليا هي U دو إكس فوا V دو إكس V دو إكس فوالا هنا الدوال الأصلية A B ناقص تكامل من A ل B فوالا ولكن لاحظوا هنا مشينا ل U بريم فوا V دابا تاكس غتولي لي V بريم ل X V V بريم ل X فوا U ل X طبيعة الحال D دو X فوالا إذا هنا V بريم أتونسيون إذا لاحظوا معايا هنا نعاودو باش نفهمو مزيان الخاصية إذا ليس يكون U و V قابلة للانشقاق إلى آخره بحيث U بريم و V بريم متصلتين إذا هذا التكامل هذا اللي تكتب بحال هكا تكامل من R B ديال U بريم فوا V دو X D دو X هذا كيعطيني مباشرة الدالة الأصلية يعني الأصلية في الأصلية U دو X V دو X واضح ناقص تكامل من R B ديال V بريم ل X في U دو X D X بمعنى هنايا انتقلنا باش التكامل U بريم فوا V هنا كيتعكس كتكون لي V بريم في U إذن هذه هي طريقة المكاملة بالأجزاء هي هذه إذا نشوفوا مثال نطبقوا نديروا إكزامبل مثال فوالا إذا السؤال مثلا ناخذ مثال احسب التكامل التالي بغينا نحسبوا التكامل أ مثلا التكامل ناخذ مثلا من واحد ال ان دو دو اكس موان زان فوا اكسبونونسييل دو اكس دي دو اكس اذا هنا مطلوب منا هو نحسبوا التكامل هذا اذا هنايا لاحظتوا الا جينا بغينا نديروا الطريقه المباشره فاعتقد انه جد صعب يعني ما يمكنناش نلقاوها بشكل مباشر يعني صعيبه شويه اذا هنا مباشره حيت ما عندناش كيفاش غادي نوجدوا علاقه بين هذه وهذه اذا شو غنديروا هنا بطبيعه الحال غنجو المكامله بالاجزاء اذا غنطبقوا الطريقه هذه اذا هنايا هذا التكامل هذا خصو يتكتب بحال هذا الشكل هادو جوج دوال اذا وحده فيهم بغات تمثل U بريم وحده فيهم بغات تمثل V باش نكتبو بحال هكا يعني خص التكامل هذا نكتبو بهذه الصيغه هذه بمعنى هادو جوج دوال يعني وحده هنا وحده فيهم بغات تمثل U بريم ووحده فيهم بغات تمثل V اذا هنا الاختيار ديال U بريم V راه مهم علاش باش ملي نجيو نديرو التكامل هنايا ما يخرجناش شي تكامل عاوتاني اللي صعيب بطبيعه الحال كاين بعض المرات اللي غنديروا مكمله المره الثانيه وغنشوفوها في التمارين ولكن على العموم حنا غادي نشوفوا ونختاروا الدوال باش يخرج لنا هنا التكامل بسيط فوالا اذا الاختيار ديال اي بريم وفي يعني خصنا نلاحظوا مزيان راه مهم اذا هنا ناخذوا مثلا حنايا في ناخذوا في في دو اكس هي اكس موان زان فوالا اذا ناخذوا في دو اكس هي اكس موان زان وناخذوا U بريم لي إكس هي الإكسبونونسيال دو إكس إذا لاحظوا معايا علاش لأن علاش دابا إلا خدمنا بهادي غتولي لنا في فوا في ملي غنجي ندير دابا أنا التكامل شنو غيولي لي غتولي لي في بريم فوا يو لاحظوا إلا شقيت هادي درت هادي الإنشقاق هنايا في هاد التكامل هادي شنو غتولي لي غتولي لي هي الله واحد
يعني انا حيدت كنزيد وكنحيد المتغير. اعتقد انه واضح يعني، يعني الاختيار ديال هادو راه مهم، يعني جوج دوال وحده سميت اي بريم وحده في بي، يعني خصنا تبعو معايا باش نفهموا الطريقه مزيان لان راه مهمه. ها كيما قلت لكم انا الاختيار ديال الدالتين راه مهم، يعني باش ملي نجي ندير هنا لانتيغراسيون هنايا يخرج لي واحد التكامل اللي سهل باش نحسبو. اذا شنو غندير هنا؟ وضعت انا في لي اكس هي اكس موان زان و اي بريم لي اكس هي ليكسبونونسيال. فوالا، اذا هنايا غادي نجيو نحسبو التكامل. اذا ا غيسمح لي طبقا لهاد القاعده، اذا هذا هو يعني واحد ال ان دو دو فوالا. دونك غادي تكتب لي التكامل هو اكس موان زان، نعاود نكتبو من جديد، اكسبونونسيال دو اكس دي دو اكس، اللي غادي يساوي لي شنو؟ غادي يساوي لي بليطو غادي يعطيني الدالة الأصلية في الأصلية، يعني U فوا في، بمعنى هنايا ملي درت هاد العملية هادي خصني إلا درت في هنا نحدد المشتقة، بمعنى أن في بريم لي إكس الإشتقاق ديال هادي هو واحد، وهادي شنو خصني نعطي لها؟ هادي U بريم لي إكس، خصني نعطي لها الدالة الأصلية ديالها، لأن بغيت U فوا في، إذا الدالة الأصلية ديال الإكسبونونسيال راه واضح هي نفسها هي إكسبونونسيال، إذا نكتب U لي إكس هي الإكسبونونسيال دو إكس. صافي دونك هنايا في الى درت انا في دابا باش نجبد اي فوا في عندي في دو اكس وضعتها هي اكس موان زان، يعني خصني نقلب لها الاشتقاق ديالها هو واحد، وعاوتاني وضعت هاد اكسبونونسيال هي اي بريم، اذا الى درت انا اي بريم خصني نعطي لها الداله الاصليه ديالها، يعني غادي يصبح لي دابا التكامل هو اي فوا في، بين الاصليه في الاصليه هادي في هادي، هي او لي اكس في لي اكس هادي في هادي، دونك هي اكس موان زان فوا اكسبونونسيال دو اكس. فوالا تكامل ال ان جوج حتى لواحد ناقص، وهو اللي مهم هنايا، تكامل من واحد ال ان جوج فوالا ديالاش. اذا شنو غيولي لي؟ اذا لاحظوا حنايا مشينا بي بريم فوا في، دابا شنو غيولي لي؟ غتولي لي هاد في بريم يعني واحد في الاكسبونونسيال، من تخرج لي اكسبونونسيال دو اكس دي دو اكس. فوالا اعتقد انه واضح. اذا شنو درنا هنايا؟ هذه الطريقه وضعنا واحد في لي اكس هي اكس موان زان، اذا خصني نجيب لها البريم ديالها هي في بريم لي اكس هي واحد، وضعت عاوتاني اي بريم لي اكس هي الاكسبونونسيال، خصني نعطي لها الداله الاصليه ديالها، يو لي اكس غتولي هي الاكسبونونسيال دو اكس، واضح الداله الاصليه ديالها. ونجي دابا نطبق القاعده، هاد التكامل هادي عندي شنو كيمثل لي؟ هو اي بريم فوا في، يعني هذا في هذا اللي كيساوي شنو؟ كيساوي اي في في، الاصليه في الاصليه هادي في هادي، هاي اي فوا في، يعني اكس موان زان في الاكسبونونسيال دو اكس، هاي ناقص تكامل، لاحظوا معايا التكامل هنا في بريم في او، يعني حنا عندنا في فوا اي بريم، دابا في التكامل الثاني غير تاكس، غتعطيني في بريم فوا او، فوالا هاي. دونك هذا سهل باش نحسبو، اعتقد انه باين، يعني باش نحسبو هذا التكامل هذا راه باين، ها فوالا. اذا نحاول نحسبو، غادي نديرو الداله الاصليه ديال الاكسبونونسيال، دونك نكملو، غادي يصبح لي التكامل. دونك ا تكامل ا يساوي، غادي يولي لي بحال هكا، قلنا من واحد حتى ال ان دو، دونك اكس موان زان اكسبونونسيال اكس دي دو اكس، هذا غادي يساوي بطبيعة الحال، هذا قلنا الاصلية في الاصلية، دونك هي اكس موان زان في الاكسبونونسيال دو اكس، ال ان دو دو حتى لواحد ناقص تكامل من واحد حتى ال ان دو دو اكسبونونسيال دو اكس دي دو اكس. فوالا، اذا هنا هادي راه باينه، عمليات حسابيه يعني غتحسب غير هنا فقط، اكسبونونسيال دو اكس ال ان دو دو حتى لواحد ناقص الداله الاصليه ديال الاكسبونونسيال راه واضحه، راه شنو هي الاكسبونونسيال دو اكس ال ان دو دو حتى لواحد. فوالا، ومن بعد نديرو التطبيق هذا ديال بغيتو، دونك هنا الصوره ديال ال ان جوج غتعطيني هنا ال ان جوج ناقص واحد فوا اكسبونونسيال ديال ال ان دو جوج هي جوج، دونك هي جوج ناقص هذا عطيني صفر، دونك ناقص عاوتاني هنايا اكسبون هي جوج ناقص دو يعني زائد دو. فوالا، اذا انا حسبنا هنا هي دو ال ان دو دو موان كاتر بلس ان سي موان ترو. فوالا، اذا هنا عمليه حسابيه فقط. فوالا، اذا هذه هي الطريقه ديال المكامله بالاجزاء، يعني لا صعبت علينا باش نعطيو نديروه بشكل مباشر، فهنا كنستعملو بطبيعه الحال هذه الطريقه هذه اللي هي كتسمى طريقه المكامله بالاجزاء. نديرو مثال اخر باش توضح الامور مزيان، دابا ناخذ مثال اخر، ناخذ التكامل بي، التكامل بي
فوالا اذا غنديروا التكامل بي ناخذ مثلا كمثال يعني 0 بي على 4 بيسو 4 ديال اكس على كوس كاري اكس دي دو اكس فوالا اذا المطلوب هو ان نحسبوا هاد التكاملات واضح بانه الطريقه المباشره ما تخرجنا حيت صعيب عندناش كيفاش غنديروها اذا انا غادي نديرو مكامله بالعزل اذا انا غادي نوضع جوج دول انا غادي نرضى على شكل جدال غادي نوضع هنا دالتين دائما اختيار ديال الدول مهم اذا سيميو الى وقفتوا لا فيديو تخدموا مزيان تخدموا التمرين ومن بعد شوفوا التصحيح اللي غندير اذا شنو غنديروا غادي نوضعوا اي بريم اكس غادي نوضعوها هي واحد على كوس كاري فوالا وغادي نوضع فيري اكس هي اكس فوالا علاش لان دائما باش نحاولوا باش نحصلوش التكامل الثاني اذا اي بريم لي اكس غادي نعرف الداله الاصليه ديالها دونك اي بريم لي اكس الداله الاصليه ديالها هي نجيب الداله الاصليه ديال الاصليه ديال على كوس كاري راه هي طونجونت ها هي طونجونت اكس كاين ديك الثابته كنزيدو هنا ولكن هنا راه كنهملوها يعني في هذا التكامل هذه ما كتبقاش لان غادي تختزل يعني واخا نديروها راه ما شطرنا النتيجه اذا هنا يولي اكس هي طونجونت اكس طبيعه الحال بالاشاره بان الدالتين راهم متصلتين وقا يعني بالنسبه للدالتين قابلتين للانشقاق ومتصلتين بريم على هذا المجال هذا بطبيعه الحال ولكن ماشي في الخاصيه اذا انتم يعني في الجواب دائما بقى تذكروا بان الدالتين بي و في راهم قابلتين للانشقاق على المجال اللي كتحسبوا عليه التكامل وكذلك تكون مشتقتين متصلتين اذا في فيديو اكس وضعنا هي اكس بما اننا ضغط في اكس خصني نلقى المشتقه ديالها دونك في بريم اكس تقلي بحال هكا في بريم اكس هي واحد اذا غنحسب دابا التكامل ديالي اذا بي غيساوي فوالا دونك غادي يعطيني صفر بي على 4 دائما نعاود نكتب التكامل من جديد اكس على كوس كاري اكس دي دو اكس بطبيعة الحال اللي كيعطيني دائما الاصليه في الاصليه دونك او فوا في دونك هي اكس فوا طونجونت اكس فوالا صفر بي على 4 ناقص دابا حنا عندنا هادي فهادي اي بريم فوا في دابا التكامل اللي غنديرو هنا غادي يولي الاكس غتولي لي او فوا في بريم يعني واحد في طونجونت اكس تو سامبلومون يعني صفر بي سور 4 طونجونت دو اكس دي دو اكس فوالا اذا صافي انه باين اذا هنا غادي نحسبوا هذا خلاص راه قيمه عدديه ماشي مشكل نلقاو غير الداله الاصليه ديال طونجونت اكس دونك هنا اكس طونجونت اكس بي سور 4 زيرو ناقص دونك البريميتيف ديال هذه الداله الاصليه ديال طونجونت اذا شنو هي الداله ديال طونجونت غنحسبوها اذا عندنا بطريقه حتى هذه راه ماكلاش نديروها مكامله بالاجزاء حيت عندنا طريقه مباشره باش نحسبوها اذا نحاول نكتبوها بحال هكا باش لكم صفر بي سور 4 هاد طونجونس هو السين الكوس دو اكس دي دو اكس فوالا اذا هذه هي اكس طونجون دائما اكس 0 بي سور 4 اذا لاحظوا هنا باش نحسبوا الداله الاصليه ديال هذه عندنا هنا على شكل